الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اشكرك يعني على هذا البرنامج وطرح هاي المشكله. يا صراحه اخوي هاي حميد. المشكله يعني الله يسلمك، يعني هاي المشكله والله هي مست وجداننا احنا كمواطنين كعراقيين، نعم. يعني مو بس اهل دياله، كل العراق. هاي مساله خطره جدا، هي مساله الاتجار بالاعضاء. يعني انا والله مستغرب، يعني هيك موضوع هذا ما يتم الا مشاركه هاي عصابه، هاي هذا دور عصابي، طبعا عمل هذول جماعي مشتركين بيه. اي يعني هذا عمل جماعي. يعني اكو مستشفيات تتقبل هاي الاعضاء، يعني ما وين دور الحكومه؟ وين يعني مثلا خلينا نقول اكو اعمال اجراميه مثلا فرديه، هاي الاعمال الاجراميه الفرديه تكون مثلا ما بها جهد استخباراتي، لكن وين طيب. جهد استخبارات في قضيه العصابات، عصابات المخدرات، هاي عصابات الاتجار بالبشر، وين جهد ماخذين الاستخبار راحتهم بهذا الموضوع؟ بكل يعني جريمة المفروض وبكل اكو فعل. يعني المفروض اكو جهه، يعني وزاره، يعني وزاره الداخليه المفروض تتحرك سريعا على هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني انا اقول لك، يعني العراقيين صاروا اجلكم الله مثل الخرفان، اي واحد ياخذوه يروح يقصون ما اعضائه. نقدر هاي نوصفهم مساله بهذا خطره الطريقة جدا، أخوي العزيز، يعني خطره على خلي الامن شوية الوطني، على يعني أخوي والله حميد، خلي خطره. شوية يكون وصفنا يعني باحترام. احنا ما نقدر اليوم نوصف هذه المجتمع العراقي بهذه الأوصاف، لكن أنا أريد أسألك اليوم برأيك شو ممكن احنا نحد من هذه الظاهرة؟ الحد من عندها انه يكثفون الجهد على تتم رقابه للمستشفيات المشبوهه، يعني هذا حتى يتم زراعتها. وين يتم زراعتها هاي الاعضاء؟ يعني ما يزرعوها بالحديقه لو شو اسمه براس الشارع او معمل، هذا عم مستشفيات. يعني اكو لازم جهود للحكومه متابعه هاي المستشفيات وخصوصا زرع الاعضاء، ويتم التدقيق عليهم في حال يكون اعضائهم اعضاء قاصرين. نعم. يدققون هوياتهم والمتبرعين هاي مسألة خطرة جدا، يعني مو سهلة تتم هاي العملية بالمستشفيات. هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا اللي هذا المناط به من على الحكومة انه تتابع هاي المستشفيات وتتابع هاي المخالفات اللي بيها. هذا جهد طيب الاستخبارات في هذا الموضوع. طيب انا اشكرك جزيل الشكر اخوي حميد على مشاركتك من دياله.